انطلاق مباراة أعزاء الجمهور والحضور الكريم، 11 من الجياد العربية الأصيلة تشارك مسافة الميل في الصدارة، كيم فالا ملك السيد خليفة بن شاهد الكواري وستيفان لجاج، وتخطف الصدارة مبكرا باسل ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني وماركو مونتريسو في الوصفة. نشاهد الجوات صفوان أحد الجياد المرشحة في هذا الشوط، السادوم قرن وجي فايكن، ومن الجهة الخارجية الشعر الأخضر ديالك نايف الشيخ تميم بن عبدالله بن نصر الثاني وسان ألبرتو، وفي الترتيب الثالث هناك الجواد كيم فالا وستيفان لجاج، والجواد مسنون وهاري بنتلي مربط إنجاز. خطوة بخطوة صدارة تكون منفردة ووصافة ثنائية، والصدارة مع الجواد باسل وماركو مونتريسو اتجاه إلى نقطة 600 متر. يعطى لعاز لبعض الجياد مبكرا، وباسل لا يزال في وضع اليد، باسل still on the hand right left باسل coming. والأمتار الأخيرة ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني وماركو مونتريسو بفارق عن باقي الجياد، محاولة للحق وكيمفالا، والقادم من الجهة الخلفية مسنون وكيمفالا، والأمتار الأخيرة خليفة بن شايل الكواري وستيفان لجد، ولكن باسل وماركو مونتريسو والأمتار الأخيرة جوليان إثمار ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني. نتائج الشوط الرابع أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 10 باسل ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والخيال ماركو مونتريسو والمدرب جوليان سمارت مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 11 كيم فالا ملك سيد خليفة بن شيل الكواري والخيال ستيفان لجاج. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 4 هيكتور ملك سادة مقارن والخيال جيرالد أفرانش. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 1 مسنون ملك سادة مربط إنجاز والخيال هاري بنتلي. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 3 حراز النايف ملك الشيخ ناصر بن عبد الله بن ناصر الثاني وخيال تيغ أوشي. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور، قوموا معنا لمشاهدة ما تبقى من السباق.